بتقوله شوي يعني خليني أقرأ من الجهة التانية، عم بتقول إنه في بعض الدول تراهن على وصول ترامب وتنتظره، وكرمال هيك عم بتمد الأزمة. صحيح. وفي دول لا، قد يبدو إنه بس نتنياهو الذي يراهن على ترامب، لأنه وحده نتنياهو قد يكون المستفيد منه بحكم الأزمة اللي هو فيها هلأ الداخلية وأزمة الحرب. أما كان رئيس حكومة شو؟ إيران، قطر، حتى هون حزب الله، فرنسا، أوروبا كلها يعني يلي خارج اليمين، عشان هيك أطول زيارة بلشت لك فيها. تماماً. أطول زيارة لبايدن على فرنسا، حتى السعودية، رئيس أمريكا، حتى السعودية يلي منعرف علاقاتها الوطيدة مع ترامب سعودية. اليوم هي السعودية استطاعت أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية إلى منتصف الطريق باتفاق أمني يكاد أن ينجز. تفاصيله كبير، بس لكن هي تراهن على يعني عم تعمل إذا بدك سياسة، مش عم تاخد موقف واضح، بس واضح أن هي تراهن على عودة ترامب. ما بدها تختلف مع الإدارة الحالية، عندها مشاكل معك فيه، بس كيف تاخدي مؤشر؟ إحدى المؤشرات مثلا خدي من لبنان، الاستحقاق الرئاسي، أنه ميشيل عون، موقف القوات، أصدق موقف القوات موقف القوات. إجي الدعوة قطرية لسمير جعجع لحتى يروح على قطر، أخذ وقته قبل ما يرد، أخذ وقته، مش لا أنا تقديري الشخصي، بركي هن يقولوا شيء تاني، بس تقديري الشخصي، أخذ وقته لحتى يشوف الآخر، لأنه هذا موضوع خليجي وحساس بالنسبة للسعوديين. لما نشاف يمكن حاول جسه أنه لما نحاول يسعى أنه يروح يزور السعودية بنفس الزيارة طالما طلعت، لأنه ما بدي يروح على قطر من دون السعودية، ما بده تفسر شيء تاني. على ما يبدو ما إجا موافقة السعودية، وهذا تقديري الشخصي، يعني عطاء انطباع انه مش كتير راضيين عليها. بعت فريق يعني نائبين ملحم رياشو وبيير بو عاصي. ومين ملحم رياشو وابو عاصي؟ هن على علاقه جيده ممتازه بالسعوديين. نعم. يعني مش بالصدفه كمان نقيته. اللي بدي يقوله يعني هن غير موافقين هلا على حل على المستوى الرئاسي في لبنان، مش كتير محمسين له، بخلاف قطر يلي عم تضغط من اجل، عم بحكي هذا المعطى البسيط يلي قد يؤثر على موضوع الجبهة الجنوبية في لبنان. فإذا لا، إذا بتشوفي بتلاحظي لا، في يعني خيارات أساسية على مستوى العالم العربي حتى بالذهاب يمينا أو يسارا. بتقولي لي عن إيران، بقول لك إيه، إيران مزبوط هي تراهن ربما على بايدن أكثر، أكيد يعني رغم الشيء، يعني إيران حزب الله اليوم، رغم الشيء بس ما فيها راح على محل، إنه بنسبون أكتر يروحوا على اتفاق قبل انتهاء ولاية بايدن. صحيح. خليني بس نذكر بالحادثة سابقة ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون، لأنه كان في كلام إنه لو تأخرت الانتخاب فترة وجيزة. أنا ما بعرف داش بدي أخذ في، ما بعرف داش بدي أخذ فيها هيدي، بس خليني أقول لك أكيد إيران تفضل بالمفاضلة إنه بقى بايدن، لكن هي قديش عندها قدرة لتعمل. بس تشوفي الاستطلاعات جوا، لكن هيدي يمكن كمان من المرات القليلة بأمريكا يلي الرأي العام الناخب الأمريكي مش محمس لحدا منهم. حوالي 52% من الأمريكيين ما ماخدين خيارهم، مش لأنه عم بيفاضلوا، أنه يعني اثنين هني براتهم، بايدن ترامب بيخافوا منه، جزء كبير من الشعب الأمريكي بيخاف منه، وبايدن غير جذاب، ما قادرين يروحوا لعنده. الفريق يلي معه، الشريحة يلي معه صغيرة لبايدن، بس هو شو لامن معه؟ لامن معه الناس يلي خايفين من ترامب، فإذا هي أساسا ترامب أو يلي بوجه. لهلأ قد ما تعمل له محاكمات وتبين له مساوئ، اللي معه معه ما خياره، بالتالي هودي المسائل يلي عم تعمل له إياها بتأثر بجزء صغير. على كل حال بين الاستطلاعات بعدين انه ترامب يلي تأثر بموضوع المحاكمة تبعه هني جزء صغير، على عكس البقاء يعتبروه انه مظلوم، وطيته مظلومية ورايها ابعد. واللي بينقز اكتر انه ترامب بلش يلوح بالانتقام، انه صار الي حق انا فوت على الحبس بكرة بس فوت هذه المجموعة يلي كمان حاكمتني بمزدوجين بشكل غير عادل، هيك بيدعي. اللي بدي يقوله هذا كله ما بيعني، إذا كنت رايحة بهذا مثل ما رايحة أنت عليه، فإذا عم تعطيه دفع. بايدن بأمس الحاجة لورقة يقدر يقاتل فيها، على الأقل خارجية، طلعي بموضوع الخطاب الراديكالي تبع ترامب،
انا بدي اشحط كل اللي فاتوا المكسيكيين عم يحكي او حتى اللاتينو يلي اجوا من امريكا الجنوبيه. هو نفس الخطاب اللي عملوا هذيك المره اقسى هالمره. انتبه هذيك المره راح يطبقوا، بلش يعمل حيط، كان يعني ما عنده خطاب على ما يبدو، ما عنده خطاب انتخابي وخطاب بشتغل فيه بعدين، لا اللي قاله بالانتخابات المرحله لما اجى اول مره لا راح يطبق فيه بعدين. فاذا اللي بده يقوله انه هو هيدا بيجي في عندك سلطه بمستوى يعني قاسي مثل خطابه، هذا بعكسه على الداخل على الموضوع الشرق أوسط. صحيح كان في عنده مشاكل مع نتنياهو، بس برأيك نتنياهو لما عم بيسلفه لترامب انه ما يعطيه ورقة أساسية اسمها الشرق الأوسط يلي موجودة بالاستحقاق بالحملات الانتخابية بأمريكا، مش متفاهم هو إياه على شيء بعدين؟ هيدا يفيدني أو لا يفيدني؟ أكيد لا، بيخليني أحط علامات استفهام. بالمقابل الإيراني بيقول بيعرف أنه في حدود للاندفاع الأمريكي باتجاه الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن أخسر نقاط، بس هيدا بيخليني أتشدد أكتر إن كان على المستوى اللبناني أو على مستوى المنطقة.